قرار في 10 قضايا ضد مرتضى منصور، عودة أبو تريكة، جوميز يعاقب أحمد سليمان، مطالب الترجي بمخرج أجنبي، غضب في الزمالك، علاء صادق يطالب بالقبض على نجم الزمالك، إبراهيم سعيد درجة ثالثة، مفاجأة في تدريب الملكي وقرار بنقل المباراة، هاني حتحوت يفبرك أخبار، قرار من المحكمة الرياضية الدولية، حسين لبيب يعترف بهذا الخطأ ويوجه سؤال لمرتضى منصور، إيقاف لاعبان من نهضة بركان، قرار عاجل بشأن مستحقات باتشيكو، شكوى ضد اتحاد الكرة للفيفا. مساء الخير على حضراتكم، وأهلا بكم يا غاليين في حلقة جديدة من برنامج مباشر مع الجريء، مباشر مع المحترمين المثقفين الرائعين المميزين. شعرنا الله فوق الجميع، ودستورنا ما يهمنيش اسمك، ما يهمنيش لونك، ما يهمنيش دينك، ما يهمنيش شكلك، ما يهمنيش عملك، يهمني قلبك يكون أبيض. المثقفون الرائعون تقوم في أمسية جديدة من أمسيات الجريء، وبرحب بحضراتكم يا أجمل ناس في الكون. اتنين النهاردة بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين. الأول هو نجم الزمالك والمدافع حسام عبد المجيد، اللي الفريق الأول احتفل بيه مساء اليوم وعمل له ممر شرفي بمناسبة عيد ميلاده 23. طبعا حسام عبد المجيد يعني في السن قد أو أكبر شوية، هسيب حضراتكم إيه تكتبوا لي في التعليقات مع النجم الثاني اللي بنقول له كل سنة وانت طيب، وعايز أقول لكم تقول الفرق قد إيه في السن بين حسام عبد المجيد نجم الزمالك والأستاذ محمد فاضل نجم نجوم قناة الجريء. بنقول أستاذ محمد فاضل كل سنة وانت طيب يا أستاذ فاضل. أستاذ فاضل كان بيحتفل أمس 29 إبريل بعيد ميلاده، كل سنة وطيب وانت طيب يا راجل يا طيب، من أنبل وأفضل الشخصيات التي تعرفت عليها في حياتي. أقول له كل سنة طيب، أعتقد 20 و21 مش أكتر من كده. ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا غالي. خلينا ننطلق سريعا في أخبارنا وما وراء الأخبار. هناك أسرار وحكايات وروايات هنقولها الليلة دي. على كل حال، الناس اللي بتسأل عن مواعيد ماتشات الكونفدرالية وأبطال الدوري، الزمالك هيلعب نهضة بركان المغربي، والأهلي هيلعب الترجي التونسي. مباراتي العودة سيقامان في استاد القاهرة، يعني الذهاب للزمالك يوم 12 مايو بالمغرب، والعودة 19 على استاد القاهرة. الأهلي يوم 18 رادس، العودة 25 على استاد القاهرة. بالتوفيق للأفضل بإذن الله. خرجت صفحات تونسية وصفحات عربية وتقارير وبيانات لم نتحقق من صحة أن نادي الترجي طلب ولا لا، ولكن الدنيا كلها في تونس تتحدث عن هذا الموضوع. الأخوة في تونس بيطالبوا مخرج أجنبي لمباراة نهائي أفريقيا التي ستقام في القاهرة. يعني هم واثقين أن هم مش هيتلعبوا، ما عندهمش مخرج على شبيهة محمد نصر، وبيقولك لكن في مصر هناك محمد نصر الذي يتلاعب في المباريات، وأهدى الأهلي 3 بطولات أفريقيا حتى الآن، والتريقة عليه اديله ادي، ده هو الاصول ياخد مكافة بطولة افريقيا لوحده. على كل حال، هذا المنظر الكريه يعطي انطباع سيء مش على الكرة المصرية بس، على كل المصريين، ان المصريين مزورين وبيتلعبوا باللقطات وبيتلعبوا، بيعمل الناس بتقولك مخرج مصر مخرج مصري مخرج مصر. فنتمنى نتدارك هذا الحاجة، والناس اللي عندها ميول واهواء واللي يقولك انا مش عارف اعمل ايه في ابويا وامي ويعمل ايه في ديني بس ما زعلش الاهلي، ابعدوهم عن الاستعقال، يقعد في بيته يلبس الجلابيه يضرب السبحه يحط الطاقه على دماغه ويتفرج زيه زينا. انما هو يتحكم في مصير ناس وفرق وفلوس ومجهود، ده اسمه تلاعب، وربنا هو اللي بيحاسب الكل اولا واخيرا. اذا الترجي بيطالب بمخرج محايد للقمه، لانه ثبت بكل الدلائل ان محمد نصر واخرين، يعني مش عارف مين جدار ولا ما عارف اسمه ايه، كلهم بيتلاعبوا لصالح النادي الاهلي، وده شيء قميء جدا جدا جدا، سواء ما يقصدوا او ما يقصدوش. قرار من المحكمة الرياضية الدولية، اتحاد العاصمة الجزائري قدم استعجال الى الكاف وبعدين الى المحكمة الرياضية الدولية، شق مستعجل لايقاف مباراة النهائي بين الزمالك ونهضة بركان لحين الفصل فقضيته، لكن الكاف رفض الشق المستعجل والمحكمة الرياضية الدولية رفضت الشق المستعجل. إذن المباراة في موعدها
والاتحاد العاصمة يخوض مشوار من أجل إثبات حقوق. حسين لبيب اعترف بهذا الخطأ ووجه سؤال لمرتضى منصور. الأخ حسين لبيب طلع في بعض البرامج الإذاعية والتلفزيونية واتكلم كتير خلال ال 48 ساعة الماضية. ناخد أهم ما قاله بالتالي. محمد عواد وأحمد سيد زيزو مكملين معانا، مفيش أخبار، مفيش كلام عن رحلة. فتوح بدأ يشعر أنه كابتن من كابتن الزمالك وبيقدم التزام وأداء راقي جدا جدا، ده كلام السيد حسين لبيب. شيكابالا لاعب الفريق جدد ومفيش كلام على أنه ممكن يمشي، وهو واحد من أعظم كبات النادي على مدار التاريخ. أعترف بسوء ألعاب الصالات وده نتيجة للسلبيات الماضية وما كان يحدث مقدما، ووعد الجماهير بأن الأفضل قادم بداية من الموسم الجاي. إدارة الزمالك السابقة، والكلام على لسان حسين لبيب، إن إدارة الزمالك السابقة برئاسة مرتضى منصور سبب أزمات النادي الحالية، وإنها دمرت الزمالك تماما، وإنه عازم على تصحيح كل الأوضاع، وقال إنه زملكاوي حتى النخاع وبيفرح زيه زي أي مشجع، لأن بعض الناس بيتريقوا عليه على أسلوبه في الاحتفال، قال له أنا زي أي مشجع. بنحاول إصلاح ما دمره الزمن في نادي الزمالك، وهنتخطى كل شيء وإن شاء الله. والإدارة السابقة بتاعت مرتضى منصور سابت لنا ديون قدرها 6 مليون دولار، إيقاف لاعبان من نهضة بركان، ثنائي فريق نهضة بركان المغربي اللي هيواجه الزمالك حمزة الموسوي وعمر العرجون موقوفين، في اثنين مش هيلعبوا، الاثنين مش هيلعبوا ماتش الذهاب، واحد هيلحق بمباراة العودة. الاثنين كانوا تعرضوا لطرد في مباراتي ربع نهائي الكونفدرالية أبو سليم الليبي، واحد موقوف ماتشين واحد موقوف فضل له ماتش، والناس كانت بتقول ده طالما ماتشين بتوع اتحاد العاصمة ما تلعبوش يبقى كده اتطبق عليهم القانون وكده من حقهم يلعبوا ماتش الزمالك، ولكن الاتحاد الافريقي رفض وقال ان العقوبة يجب ان تنفذ في مباراتي حقيقيتين انه يتمنعوا منهم مش مباراة ملغية. إذن اللاعبان مش هيلعبوا الماتش الأولاني اللي في المغرب، وفي واحد بس هيلعب ماتش العودة اللي هو عمرو العرجون. عمرو العرجون مش هيلعب الماتشين، حمزة الموسوي اللي هيغيب عن مباراة الذهاب فقط لا غير. قرر عاجل بشأن مستحقات باتشيكو السيد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قال إنه تلقى اليوم إخطار رسمي من المحكمة الرياضية الدولية بشأن قضية البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق بمد أجل الحكم في القضية حتى 31 يوليو المقبل. ده كويس علشان الزمالك يلحق يخلص مشكلة أبو طيب، وبعدين يخلص مشكلته بالتفاوض معاه. باتشيكو على فكرة طيب وكان موافق على إنه يعمل تنازلات، ولكن إدارة الزمالك كانت مطنشاه وهو موجود في مصر. إذن القرار مؤجل ل 31 يوليو. جوميز يعاقب أحمد سليمان. السيد جوزيه جوميز المدير الفني الزمالك غاضب جدا بسبب تسريب تشكيل الفريق في الفترة الأخيرة. الزمالك تشكيله بتسرب قبل المباراة بساعات، وهو أدى إلى غضب البرتغالي جوزيه جوميز. طلب من بعض أفراد الجهاز الفني عمل تحقيق موسع لمعرفة من يقوم بتسريب تشكيل الفريق، متوعدا هذا الشخص بعقوبات قاسية. أنا بقول له بقى بدون تحقيق هو أحمد سليمان، يعني من غير ما تحقق ومن غير ما تدور هو أحمد سليمان، وكل اللعيبة عارفة وكل اللي شغالين معك في الجهاز عارف، ولكن جوميز غضبان جدا. على فكرة نفسي إدارة الزمالك يكون فيها راجل ويحققوا في موضوع تسريب الفيديو اللي اتسرب للمحاضرة. الموضوع خطير يا جماعة، لما محاضرة يبقى الراجل بيقول طريقته في اللعب وطريقته في الأداء، وده يتطبق على الماتشات اللي جاية، وطريقة تفكيره، وواحد قاعد ماسك موبايل بيصور ويسرب الشرح بتاع الخطة، ده عيب. اولا اللي بيسرب ده ما كانش في التشكيل او في الفريق كله، لان الفريق كله كان قاعد، ما كانش احمد مجدي، لان احمد مجدي كان واقف معاه، ما كانش بعض افراد الجهاز الفني. الاتهام يشير لاحمد سليمان برضه، الاتهام يشير لاحمد سليمان، وكان جوميز قبل كده كان طلب من مجلس الاداره ان احمد سليمان يبعد عن الفريق خالص لانه بيسبب ازمات. واضح ان هو كان قاعد وماسك الموبايل، هو بقى يطلع ينفي. اداره الزمالك تحقق، ده شغلتكم، احنا شغلتنا ان احنا نقول الخطا فين. كارثه 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 ما حصلتش في تاريخ، يعني عمرنا ما شفنا النادي الاهلي ولا النادي الاسماعيلي ولا نادي اي نادي درجه ثالثه في حد بيصور
المحاضرة بتاعت المدرب دي سفالة وقلة أدب وقذارة من الشخص اللي عامل كده. ده لازم يستبعد، ما يعديش من قدام بوابة نادي الزمالك، لأنه مش مهم عنده نادي الزمالك يخسر ولا يتهبب ولا تتسرب أخباره ولا تتسرب تشكيله، المهم عنده إن هو يبقى ترند. وده مريض نفسي، ده مش زملكاوي، ده داخل يخرب في الزمالك. فطبعا كل اللعيبه وكل الناس عارفه مين اللي كان قاعد بيصور شكوى ضد اتحاد الكره للفيفا. السيد محمد عادل المشرف عام على الكره في المقاولين العرب وجه هجوم شديد ضد مجلس اداره اتحاد الكره، وقال انه هيتوجه بشكوى للفيفا لان هناك هدف من اجل هبوط نادي المقاولون العرب. كان في ماتش المقاولين امام سموحه في الدوري، وكان في ضربه جزاء للفريق في اخر دقيقه واللاعب دخل وسجل، فمن الحكم قام عايدها تاني قال لك اصل ايه في لاعب دخل اثناء التسديد. انت عارفين الحركه إياه اللي بيعملها بعض الحكام لما يكون النتيجه مش عامله زيكم. على كل حال المقاولين العرب هيرفع شكوى للفيفا بهذا الشأن مستدلا بعده مباريات. هاني حتهوت يفبرك اخبار، ما زال هاني حتهوت بيضرب الاخبار عشان يهز استقرار نادي الزمالك. النهارده طلع لك بخبر نشر على صفحته وده الموقع ويتصل بالناس وحركات كده ان محمد صبحي الاهلي بيتفاوض معاه وهياخده، وانه ما استطلعوا رايه ووافق، وهم بيستعدوا ان الشناوي هيسافر نهايه الموسم للاحتراف وهيلعب في الدوري السعودي، ومحمد صبحي هيبقى الحارس الثالث. طبعا لو محمد صبحي يرضى على نفسه اوكي، ولكن انا هتحط بيضرب، الكل متاكد ان هو بيضرب وهدفه ضرب استقرار نادي الزمالك طبعا لارضاء شوال الرز اللي نفسه يشغله في الصاله. مفاجاه في تدريب الزمالك وقرار بنقل المباراه. شهدت تدريبات الزمالك عده مفاجات اليوم، اما يوسف اوباما، يوسف اوباما اشترك في التمرين وادى بشكل كويس جدا واطمنا عليه النهارده في تدريب اليوم المسائي. كمان طبيب الزمالك الدكتور اسامه اطمن عليه وكان على مقربه منه واكد ان هو جاهز من الناحيه الطبيه والناحيه البدنيه انه يشارك مع الزمالك في الماتشات اللي جايه. الزمالك طبعا عنده ماتش يوم الخميس بعد بكره مع البنك الاهلي، ماتش طبعا ماتش بطوله لوحده، عارفين البنك الاهلي عامل ايه النتائج السنه دي وهزم الاهلي وبهدله وقصص كده يعني. فالماتش مهم جدا جدا في مباراه الجوله ال20 ومسابقه الدوري الممتاز يوم الخميس الجاي بعد بكره ان شاء الله. كمان شارك في التدريبات النهارده مدافع اسمه احمد رفاعي، لاعب كويس جدا، محمد صلاح جناح هجومي جيد جدا ممتاز، الاثنين مواليد 2003. كمان شارك مع الزمالك عمار ياسر جناح هجومي مواليد 2005، محمد السيد لاعب الوسط مواليد 2006، حارس مرمى كمان واعد اسمه محمود الشناوي مواليد 2004، عمر عبد العزيز كمان مواليد 2008. كان بيشترك مع عمر عبد العزيز كان بيشترك مع منتخب مصر الناشئين في بطولة شمال افريقيا الدولية والجزائر ولسه راجع وكان بيأدي اداء كويس. النهارده في قرار من رابطه الانديه بنقل ماتش الزمالك وسموحه في الدوري لاستاد برج العقرب بدلا من استاد اسكندريه، وانا مش عارف السبب يعني، لا سموحه طلب ولا الزمالك طلب، ومش عارف برج العرب افضل الزمالك ولا استاد اسكندريه افضل. اكتبوا لي في تعليقاتكم اشرحوا لي ما هي وراء هذه القرارات، هل هي ضد الزمالك ولا مع الزمالك؟ احنا عارفين احمد دياب بيكره اسم الزمالك لانه اهلاوي طبعا. ابراهيم سعيد يواصل الكذب، هقول لكم ابراهيم سعيد عمل ايه وقال ايه وبعدين اقول لكم خبر تضحكوا شويه على ابراهيم سعيد. تعالوا نسمع مع بعض السيد ابراهيم سعيد بيواصل الكذب وبيقول ايه يا غاليين. على فكره احنا معانا مسابقه النهارده في صوره لشريف اكرامي قدامكم قاعد مع واحد، شريف اكرامي وقاعد مع واحد، مين ده؟ اكتبوا لي اسم اللي ايه شريف اكرامي قاعد معاه ونشوف مين اسرع واحد، هيكتب في التعليقات. طيب السيد ابراهيم سعيد ليه فيديو على طبعا القناه الملاكي اللي شغاله دلوقتي، فتح له المجال عشان بس يسب في لعيبه الزمالك ونجوم الزمالك وحاجه تقرف يعني. تعال نسمع بيقول ايه. عايز سافر دي حاجه، ان اولا محمود عبد الرازق اصلا ما كانش عايز سافر، دي حاجه هو ما كانش عايز سافر من الاول اصلا يعني، بعد الكلام مع مجلس الاداره والجهاز الفني اللي اولا الراجل مش عايزه، الراجل مش عايزه، ده على الكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه، هو الراجل مش عايزه، ده شيء طبيعي، رؤيه جهاز فني ورؤيه مدير فني عايز يشوف الافضل بالنسبه له، عايز يبقى بالنسبه له ايه الاصلح. محمود عبد الرازق اول ما سافر عايز يلعب اساسي، فطبيعي انا كمدير فني مش هلعبك،
يعني حتى موضوع الإصابة ده أنا مش مقتنع بيه. يعني إيه شاط الهواء يعني؟ يعني إيه شاط الهواء؟ مش فاهم يعني إصابة غريبة. هو في اللي بيشوط الهواء بيجيله شد، ما أعرفش، ما هي شد يا مز، شد دي غريبة شوية. فهو عايز يلعب المباراة، الضغط الجماهيري والضغط الإعلامي وكلمة الأساطير وكلمة الكلام اللي نازل لي دوت على السوشيال ميديا، فعايز يلعب. فطبيعي الراجل بيفكر في مصلحة الفرقة، تواجده في الملعب، انت بتلعب ناقص واحد، تلعب ناقص واحد، فالراجل عايز يكسب، فلعب بالتشكيل الامثل كسب. الاهم من كده بقى ان الموضوع ابتدى يبقى شو اكتر. ده التأليفه بتاعت ابراهيم سعيد. اقول لكم المشكله، مشكله ابراهيم سعيد ايه؟ ابراهيم سعيد ما عندوش مصادر اخباريه، يعني بيطلع يتكلم اي كلام تأليف، ما عندوش خبر جديد يقوله، ما عندوش فكره جديده يقولها، فيقول لك ايه، خلينا ماسك في شيكابالا، ولا شيكابالا بيتفرج عليه ولا بيعبره ولا في دماغه، يعني فرق شاسع. لعب شويه في موضوع محمد صلاح، لا محمد صلاح مش معبره، داخل يقول لك ايه، اصل صدني وسلط الناس عليا، الناس كلها ضحكت عليه. فشكلك وحش يا ابراهيم سعيد وانت بتكذب حتى. يعني هو الراجل لو مش عايزه خالص انه ما يلعبش ولا ده، ما كانش خده، كان سابه في مصر، قال له انت خليه، ده خده وهو مصاب عشان ده الكابتن اللي بيلم الفريق. انت طبعا لو عمرك كنت كابتن ولا هتبقى كابتن حتى في بيتك يعني، فما تفهمش يعني ايه كابتن بيلم الفريق. ولكن انت بس ايه قلت، ايه لما هذا خبط في شيكابالا يمكن اتشهر شويه. لا، حتى لو كان في حد قبل كده بيحترمك ما بقاش يحترمك. وبص التعليقات عندك شكلها ايه. الفرق بقى بين ابراهيم سعيد وشيكابالا ايه؟ شوف ابراهيم سعيد دلوقتي نادي درجه ثالثه بيتفق معاه، اسمه نادي مدينه نصر، درجه ثالثه هيدربه. احنا بنقول للنادي مدينه نصر ابشروا، انتوا هتنزلوا درجه رابعه. فالفرق ما بين واحد درجه ثالثه وواحد اسطوره، ايه الفرق؟ اكتبوا لي في التعليقات ما الفرق ما بين واحد بتجي له عروض من فرق درجه ثالثه وبين واحد اسطوره بيقود فريقه للمجد، اسطوره الاساطير. كمان السيد علاء صادق برضه ما عنديش حاجه، مش لاقي معلومه، ما اعرفش الاهلي ما فيهوش جديد، ما فيش حاجه، طالع بكلام يضحك. تعالوا نسمعه، ولما احنا بنسمع الحاجات دي يا جماعه بنعرف الناس دي بتفكر ازاي. تعالوا اسمعوا. القانون المصري بيحاسب عليه الفعل اللي المفروض هو نازل من باب الطياره وبيسلم باسبوره في مطار القاهره يتم القبض عليه. المفروض وزاره الداخليه في مطار القاهره تنتظر مصطفى شلبي وتحطه على قوائم الوصول ويتقبض عليه ويتحاكم على اهانته للشعب المصري وعلى اهانته للدوله المصريه وعلى اهانته لكل حاجه. يا ترى الفعل الفاضح اللي أمام الجميع اللي بكل مقاييس القانون المصري يعاقب عليه، يا ترى هنشوف عقوبات رادعة وسريعة من وزارة الرياضة ولا من اتحاد الكرة ولا من نادي الزمالك؟ اللي هيعرف ينزل أسفل أسفلين يشوف إيه اللي هناك، وهو طالع يجيب لنا معاه أيمن يونس لأنه قاعد في أسفل أسفلين بقاله 30-40. طيب حضرتك قاعد في قطر بقالك قد إيه؟ طيب مصطفى شلبي راجل وراح مطار القاهرة ودخل عادي، أنت ما بتدخلش ليه؟ طيب الفعل بتاع مصطفى شلبي إذا على كلامك يعني في الأفضل، طب في الفعل بتاع عبد المنعم يبقى إيه؟ انا مع رأي يعني الناس دي ما بتفكرش. قولوا لي، وانا بحسن، انا ساعات انا بشك يعني الناس دي بتطلع تضرب بومب وخلاص. نيجي من علاء صادق لابو تريكا. عوده ابو تريكا، يتم حاليا التجهيز لعوده ابو تريكا للاراضي المصريه. النيابه على فكره حذفت اسمه او عملت توصيه بحذف اسمه من قوائم الارهاب، وتقال في أكتر من مناسبة أنه مرحب به للعودة إلى القاهرة. يخوض النادي الأهلي عملية مصالحة مع السلطات من أجل عودة أبو تريكا، وخلاص بين ليلة وضحاها هتلاقوا أبو تريكا عائد إلى الأراضي المصرية، وهتلاقوا في الفترة اللي جاية فيديوهات كتير بتتعمل مخصوص أخلاق أبو تريكا وأدب أبو تريكا، وأبو تريكا بيساعد الناس قد إيه وبيعطف على الناس قد ايه، وكان لاعب جامد قوي وقد ايه مخلص الوطن. على فكره
انا مش ضد ابو تريكه برضه عشان الناس ما تاخدش الكلام غلط، ولا بقول لهم ما تراجعوش ابو تريكه ابدا 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 ابدا، بس انا بس بحاول افهم من يوم وليله ابو تريكه ارهابي، يوم وليله ابو تريكه زعيم من زعماء الاخوان، من يوم وليله ابو تريكه كان بيمول رابعه من شركات السياحه اللي كان فاتحها، ابو تريكه رفض يسلم على المشير، ابو تريكه هاجم وقال، ومن يوم وليله تاني الاهلي بيمهد لعوده ابو تريكه. بجد والله انا مش بهزر، الخبر اكيد ليله وضحاها يومين اسبوعين حاجه كده شهرين بالكتير هتلاقي ابو تريكه في القاهره. وانا بقول انا مش من ضمن عودته، بس نحاول يعني لما بتغضبوا من حد بتشوهوا صورته، ولا هو صورته مشوهه فعلا؟ هل هو ارهابي فينا فعلا وكان بيمول الارهاب والناس اللي قتلوا الاولاد نفسينا، ولا هو اللي هو الانسان كويس؟ بنحاول نفهم. طب الاهلي ليه بي 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 بيبذل كل الجهود دي لعوده ابو تريكه ليه؟ وليه هناك كلام كمان انه هيمسك مدير الكره في النادي الاهلي بدلا من خالد بيقول ليه؟ بنحاول نفهم، ونفسنا ان دايما ما يضحكش علينا، زي ما زمان كان مرتضى منصور كل شويه يطلع يقول لك ابو سنيده ابو سنيده، نقول له انت مالك ومال ابو سنيده؟ انت مالك؟ ما تخليك في الزمالك، ابو سنيده ابو سنيده، بعتوا لي عملوا لي، والاخر طلع كله كلامه هاتش في ناتش، ولا طلع فيه ابو سنيده ولا طلع فيه حاجه، وطلع ان هو بدي شويه فلوس لاولاد جايبين رقم وببعتوا له، الفيديوهات موجوده في الفيسبوك، فضحوا بعض اللي كانوا متفقين معاه. فالقصص السياسه المعجونه في الرياضه دي بتخرب الرياضه وبتخرب العقول وبتخلي الدنيا قايمه ببعضها. عايزين ترجعوا ابو تريكه رجعوه بشكل كويس، بس بلاش الطرق دي. عايز يشتغل في الاهلي يشتغل، بس الاهلي ما يكونش مركز للاخوان، ما بقاش عمالين يجمعوا بعض. ونفهم كده بكل وضوح، ويطلع محمود الخطيب يتبرأ من الموضوع ده، او يطلع يقول لا انا اخواني وما بيهمنيش، وانا ما بضرش البلد في حاجه، وعندي مثلا خالد مرتجي اخواني، وعندي جوز بنتي اخواني، وعندي مدير الكره السابق إخواني. يعني يتقال كده. الشفافيه دايما حلوه، يعني احنا بس مش عايزين ان احنا ندخل السياسه في الرياضه في الدين، وتبقى اجهزه الامن خايفه من الاهلي طول الوقت عشان الاهلي جمهوره بيهز الدنيا، وكان بيشارك في المظاهرات، واتراس كان ليهم دور في ثوره يناير، يبقى مرعوب منهم، لا املى للسد بيه بس الامن مرعوب. يعني العجل ده مخرب الرياضه ومخرب الكوره ومخرب الدنيا. الشفافيه والوضوح، الشفافيه والوضوح. الموضوع الثاني اللي عايزين نتكلم فيه على اللاعب عبد العزيز عيسى. مش عارف ليه مجلس اداره نادي الزمالك لا جاب سر ولا خبر ان حد اتفاوض معاه، انتوا كنتوا هناك. طب اقول لكم على حاجه، انتوا ناس بتوع بيزنس، طالما انتوا ما بتفهموش ايه اللي بينفع نادي الزمالك، انتوا ناس بتوع بيزنس. عبد العزيز عيسى ده لو جبتوه الزمالك بس كده وقعدتوه ما لعبش، هيتباع لاكبر الانديه الاوروبيه بمبالغ ضخمه. مين يفتكر كان لاعب خدناه صغير من السن من نادي من منتخب نيجيريا ايمانويل امونيكي، جه في الزمالك كده وهو صغنن كده قعد سنتين حاجه زي كده، وطلع على نادي اسباني معرفش ريال مدريد ولا ايه مش فاكر. يعني ايمانويل امونيكي لو انتوا فاكرين من اعظم اللعيبه في يعني اللي شهد الزمالك وشهد على حالا كده، لو تاريخ رائع اكدوا لي المعلومه في تعليقاتكم. فهي نفس القصه، عبد العزيز عيسى ده هو كله فرقه الاحلام دي ولا اسمها ايه دريمز، هو كله الفرقه دي. ليه ما حدش فيكم في الاساتذه اللي كانوا بترقصوا بكرشهم ونازلين ماسكين الرايه، ليه ما قعدوش معاهم مضوه؟ يا ريت يكونوا عملوا كده، والله هتكبروا في نظرنا، وطالما انتوا ناس بتوع بيزنس والله هتكسبوا من ورا الموضوع ده كتير، وبتاع السمسره هيكسب كتير، عضو مجلس اداره اللي بيحب السمسره هيكسب كتير كتير قوي. لاعب هايل على فكره. يلا غضب في الزمالك، شاهد نادي الزمالك اليوم مساء اليوم قبل لحظات من فيديو حاله من الغضب الشديد بين اعضاء الجمعيه العموميه بالقلعه البيضاء بسبب كرات مصيف مرسى مطروح. هناك حاله غضب شديده بين اعضاء الجمعيه العموميه ان كان في القرعه طلعت في ناس واخدين شاليهين وناس واخدين ثلاثه، وصول كل واحد بالقرعه ياخد شاليه واحد، فكان في تجمهر وفي غضب وبتاع. قرار في 10 قضايا ضد مرتضى منصور النهارده محكمه الجناح الاقتصاديه برئاسه المستشار ابراهيم صالح اجلت 10 قضايا لمرتضى منصور، سب وقصف ضد مرتضى
من الخطيب محمد عثمان، محمد سراج، احمد شوبير، ممدوح عباس واخرين. 10 قواضي من النهارده كلهم كانت بتنظرهم المحكمه الاقتصاديه، اجلتهم امتى؟ 28 مايو. 28 مايو يعني اللي بيسمعني الليله 30 ابريل يبقى الشهر الجاي، واللي بيسمعني بكره الصبح يبقى هذا الشهر. القواضي لها ارقام كتير مش عايز اصدعكم بيها، سب وقذف، سوء استخدام وسائل الاتصالات، ازعاج، دربج دربج دربج. المهم مرتضى منصور ما حضرش الجلسه بتاعت النهارده، واحنا عارفين امبارح خد حكم بالبراءه اتكلمنا فيه وحللناه، اللي ما سمعش يعني الفيديو بتاع امبارح يرجع يسمعه، لان اتكلمنا كتير جدا عن حكايه عوده مرتضى منصور للساحه الرياضيه والساحه الزملكاويه، فيديو احتفظ بيه للتاريخ عشان لما يحصل ما تتخضش. اخر حاجه بطلبها من حضراتكم قبل ان ننهي هذا اللقاء الجميل، اللي كتب تعليق حلو وشايفه حلو معلش يرجع يكتبه تاني بعد ما اغلق الفيديو، لان التعليقات مهمه جدا جدا جدا، وبيقريها صناع القرار، بيشوف اتجاه الراي العام للمثقفين شكله ايه. اكتب تعليقك بكل حريه بدون اي الفاظ. بشكر حضراتكم كتير جدا، يا اجمل ناس في الكون، واراكم على خير غدا باذن الله العشرة مساء يوميا بتوقيت القاهره.